مثال على الماكسيمم بوزيتيف مومنت وماكسيمم بوزيتيف شير عند نقطة C. عندنا البيم سبورتس يونيفورم ديد لود 500 نيوتن بير متر، يعني دايما موجود، وسنجل لايف كونسنتريتد فورس 3000 نيوتن. وعايز زي ما قلنا الماكسيمم بوزيتيف مومنت عند C والماكسيمم بوزيتيف شير. نبدأ برسم الرياكشنز اللي هو الانفلونس لاينز للار اي والار بي. الار اي اهو واحد عند الاي يرمي على الصفر، البي عكسه واحد عند البي يرمي عند الصفر. لو حطينا اليونت لود بين الاي والسي يعني من 1 لـ10 وقطعنا، الشكل هيكون بالمنظر ده. فالشير عبارة عن ايه؟ اي واي ماينس واحد ماينس في سي بصفر. فالشير عبارة عن اي واي ماينس واحد، ففي البداية صفر، طبعا ادي ال اي واي، فواحد ناقص واحد بصفر. في هنا عند لو الواحد في النص، طبعا قبل السي بشوية، هيبقى نص ناقص واحد يبقى ناقص نص، يبقى ده الشير في الجزء الاولاني. والمومنت ام سي ممكن اقول كده زائد 1 × 10 - x ماينس اي واي في 10 بصفر، اللي هي المعادلة الكبيرة دي. فيطلع الام سي او ده هناك 10 اي واي بلس اكس، اللي هيروح هناك كانت ماينس راحت بالبلس وماينس 10. لو حطيت الاكس بصفر هيبقى 10 × 1 / 10 زائد 0 - 10 بصفر. لو حطيت الاكس ب10، 10 × 1/2 / 5 زائد 10 × 15 - 10 / 5، يبقى المومنت في النص هنا ب5 اللي هي دي. طب لو اليونت لود في المسافة بين 10 و20 من هنا لغاية هنا، ساعتها هدرس الجزء برضو اليسار، هيكون الـ AY الواحد بقى خلاص مش موجود ناقص الـ VC بيساوي صفر، يبقى الـ VC بتساوي AY زي كده، يبقى الـ AY اللي هو ده اللي هي الحتة دي. طب والمومنت MC الواحد مش موجود ماينس AY في 10 بصفر، يبقى الـ MC بيساوي 10 AY. الـ AY اهي اضربها في 10 يعني 5 هنا وصفر هنا، اللي هو بقية الشكل. طب دلوقتي احنا عايزين الماكسيمم مومنت والماكسيمم شير. الماكسيمم مومنت الاول الديد لود موجود على كل الاريا، كل الاريا دي احسبها واضربها في الديد لود، اللي هو نص في 20 × 5 واضربها في 500 نيوتن بير متر، ده الديد لود موجود موجود. اما ال 3000 اللي هي الكونسنتريتد لايف لود احطها عند اكبر قيمه، لان انا عايز الماكسيمم بوزيتيف اضربها في 5، يبقى دول 15000 وهنا 10 × 5000 × 5 = 25000، يبقى كله 40000 يعني 40 كيلو نيوتن دوت متر. طب والماكسيمم شير احط الديد لود كله مجموع الاريا بصفر، فاضرب الديد لود اللي هو 500 بصفر. ليه؟ لان مجموع لازم احطه على كل البيم، الديد لود احطه على الكل. اما اللايف لود احطه حسب ما انا محتاج، انا عايز الماكسيمم بوزيتيف احطه عند النص اللي هي بعد العشرة بشوية، ف3000 في نص يطلع 1500 نيوتن اللي هي 1.5 كيلو نيوتن.